هكذا يعايش السودانيون فرحة العيد بأشكال مختلفة من التواصل والتجمعات، وعلى الرغم من أن العيد حل عليهم في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي يتفاقم عاما بعد عام بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة، ما أثر على استعدادات آلاف الأسر للعيد وحرم الكثيرين من توفير متطلباته. لكن كل ذلك لم يغير في تقاليد اعتادوا على ممارستها في أيام العيد الذي يجدون فيه مساحة لتبادل الزيارات الأسرية والخروج للمتنزهات العامة، تاركين خلفهم هموما كبيرة وضغوطا معيشية قاسية في أيام ربما كانت بمثابة استراحة محارب. هكذا يعايش السودانيون فرحة العيد بأشكال مختلفة من التواصل والتجمعات، وعلى الرغم من أن العيد حل عليهم في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي يتفاقم عاما بعد عام بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة، ما أثر على استعدادات آلاف الأسر للعيد وحرم الكثير منها من توفير متطلباته. لكن ذلك لم يؤثر كثيرا في تقاليد اعتادوا على ممارستها في أيام العيد الذي يجدون فيه مساحة لتبادل الزيارات الأسرية والخروج للمتنزهات العامة، تاركين خلفهم هموما كبيرة وضغوطا معيشية قاسية في أيام ربما كانت بمثابة استراحة محارب.